وقعت مصر والصين ثلاث مذكرات تفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، كما شملت الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتنمية الصناعية والطاقة المتجددة، ذلك في ضوء الشراكة الشاملة والعلاقات المتميزة بين البلدين. على هامش أعمال منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة في العاصمة بكين، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط اجتماعين مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، حيث تم بحث التوسع في جذب الاستثمارات الصينية لمصر كونها واحدة من أهم مصادر الاستثمارات والخبرات التكنولوجية في العالم، فضلا عن سبل دفع التعاون المشترك في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وأيضا تبادل الخبرات التنموية وتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية الصينية التي تعزز تأهيل الكوادر الحكومية وذلك في مختلف المستويات الإدارية. تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير تفقد المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، وذلك للوقوف على سير العمل بالهيئة. وخلال الجولة استمع الوزير إلى عدد من المستثمرين ووجه بحل المشاكل التي تواجههم، كما أكد على أهمية وجود المستثمر بنفسه لسرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص الخاصة بهم، كما وجه بتسليم الرخصة خلال أسبوع. أكد وزير الصناعة والنقل على أهمية تفعيل دور الهيئة في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار وذلك في القطاع الصناعي. قام وزير الإسكان شريف الشربيني بزيارة مفاجئة لتفقد سير العمل بمحطة تنفيذ مياه الشرب المنشية واحد بمحافظة الإسكندرية. يأتي ذلك عقب تفقده لمشروع صواري، حيث وجه الشربيني بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على المحطات في أفضل حالة والالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بصورة طفيفة مع تقييم المستثمرين إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة وذلك في سبتمبر. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.43% مسجلة تقريبا 85 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.5% مسجلة 82 دولار 21 سنتا للبرميل، فيما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.42% لتصل إلى دولارين 52 سنتا وذلك للتر. في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 2.69% مسجلة دولارين 2.33 سنتا وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت وزارة التجارة الصينية عن أن قيمة التجارة ما بين الصين والدول العربية وصلت إلى 398 مليار دولار في العام 2023 بانخفاض قدره 7.7% على أساس سنوي. بلغت قيمة صادرات الصين إلى الدول العربية 181.3 مليار دولار في العام الماضي بزيادة قدرها 4.7% ذلك على أساس سنوي.